أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم وحلقة جديدة من شارع الصحافة. النهاردة الأخبار المسائي عاملة ملف قوي وكبير جدا حول فوز الزمالك في أول مشواره الإفريقي. وفي هذا الصدد معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إسماعيل الناقد الرياضي والصحفي بالأخبار المسائية. أولا نرحب به. أهلا بكم. أهلا بك. أهلا حضرتك. أنتم عاملين النهاردة يعني تغطية كاملة لفوز الزمالك وأيضا هناك أخبار أخرى، ممكن تطلعنا على أهم الأخبار والعناوين التي تصدر بها الأخبار المسائي الرياضي غدا إن شاء الله؟ هو في البداية احنا بس كنا بنتكلم في الحدث الأهم هو مباراة الزمالك. الزمالك النهاردة عمل مباراة جيدة ممتازة جدا، هيعود للقاهرة بثلاث نقاط مهمة في مستقبل المشوار ودوري الأبطال. الزمالك عمل خطة محكمة النهاردة للاجتياز أصعب المحطات وبالذات الصعوبات اللي واجهته في المباراة في الأمطار الغزيرة وأرضية الملعب اللي كانت مبللة جامد جدا. ده جزء الزمالك عمله هيقفله من النهاردة على طول عشان عنده مباريات مهمة في الدوري المحلي. أوكي. أولا يعني اول فريق يلاقي الزمالك هو فريق صعب. طبعا امبيم اضافه ان الاجواء حوالين الملعب كانت صعبه. اكيد هو فريق نيمبا النيجيريا ومن الفرق القويه والفرق الحاصله على بطولات افريقيه. اي نعم هو في السنوات الاخيره ما كانش بالمستوى المطلوب ليه، لكن هو فرقه قويه والزمالك عمل حسابه الفرقه دي واستطاع ان هو يجتاز اول المحطات. عنده محطات طبعا جايه كتير قوي في افريقيا، لكن اعتقد ان هو من العوده للقاهره هيقفل الملف الافريقي تماما لانه عنده مباراه مهمه جدا في الدوري الممتاز وهي مباراه المصري يوم الجمعه القادم، وهي مباراه برضو الزمالك لازم يفوز بيها ان شاء الله عشان بطوله الدوري. قبل العوده الى الدوري المحلي في صدر الصفحه الزمالك يفطر على أليم بهدف في دوري ابطال افريقيا، ده العنوان الرئيسي اللي انتوا نزل في تغطيه لهذا المباراه. هو الزمالك بيقهر الامطار وبيقتنص اول ثلاث نقاط في دوري المجموعات وبيفطر على انيمبا بهدف باسم مرسي. ايه اللي متبقي للزمالك بعد كده والاهلي؟ يعني طبعا الاهلي خسر اول بونت. بص عشان يعني نكون منصفين، هو نعم الاهلي خسر اول مباراه في دور الثمانيه وكانت مباراة صعبة جدا، وكمان صعوبتها ان هو خسر من الفرق المستوى الرابع لي معاه في المجموعة بتاعته اللي هو زيسكو. ولسه عنده مباراة طبعا اصعب بكتير، وعنده الوداد وعنده اسك. لكن مهم في الاهلي ما بيخسر برضه اول مباراة في دور المجموعات هو بيقدر يعود لانه عنده خبرة كبيرة وهو صاحب نصيب الاسد في البطولة الافريقية، فهو فريق كبير بيعرف يتعامل مع الظروف الصعبة دي، فما فيش قلق من الموضوع ده. كيف ترى مباراة اليوم الزمالك مع زيمبا؟ لا هو الزمالك هو محمد حلمي استطاع بتشكيل متمكن جدا ان هو يغلق منطقة المناورات في نص الملعب وان هو يغلق برضو الحتة الدفاع بشكل قوي جدا، واستطاع برضو ان هو اللعب على المرتدات ان هو يخطف هدف مبكر، وهو ده اللي ساعد الفرقة في انه تكسب المباراة. كثير قالوا ان الزمالك درس الخصم بقوه وبالتالي يعني استطاع كيف يعني يتخطى. والزمالك شاهد محمد حلمي استطاع ان هو ياخد بعض الشرايط، حصل على بعض الشرايط الفرق النيمبا الاخيره ودرسه كويس خلال الاربع ايام قبل السفر مباشره بعد مباراته في الدوري، وعمل الخطه بتاعته واستطاع ان هو يغلق كل المفاتيح اللعب الفريق الانيم بنجير. فوز الزمالك لاول مباراه يعني يعتبر كده ريح الفريق بتاعه في الماتش اللي جاي ان شاء الله في افريقيا. هو الفوز خارج الارض دايما وفي بدايه مشواره هو بتريح الفرقه تمام وبتزيد من معنويات اللاعبين.
طبعا اذا كمان فوز تاني توالي على الفرق اللي هيلعبها ان شاء الله الزمالك في على ارضه المره الجايه، ان شاء الله الزمالك يبقى عنده مساحه افضليه ان هو يعتلي الصداره او حتى المركز الثاني ويتاهل لدور قبل النهائي. طيب حضرتك بعد كده يعني المتبقي للزمالك اربع لقاءات، خمس مباريات. هو ليه خمس مباريات لسه، في ثلاثه على ارضه واثنين خارج ارضه، عنده وفاق الصيف وعنده صن داونز، وصن داونز كسب فوز اعتباري على وفاق الصيف اللي هو اعتقد ان هو هيتعمل عليه عقوبات شديده من الاتحاد الافريقي بسبب الشغب الجماهيري امس، واعتقد ان الزمالك هيبقى فرصته كويسه جدا ان شاء الله في تاهل الدور قبل النهائي هو الاهلي ان شاء الله. والجهه المقابله المحليه الدوري المحلي، كيف يكون موقف الزمالك في المباراه المقبله؟ هو الزمالك مع محمد حلمي استطاع ان هو يطور من ادائه مره تانية، اللاعبين كان بتلعب بطريقه ارتياحيه شويه، ولكن من مباراه لاخرى 8 فوز متتالي ده اداهم حافز قوي ان هم يضغطوا على النادي الاهلي ويخلصوا الفارق الخمس نقاط فقط. اعتقد المباراه الجايه الزمالك مع المصري مباراه قويه جدا، بالذات انه المصري مع حسام حسن معنوياته مرتفعه جدا بعد الفوز على الاهلي، وان هم كمان المصري عنده دافع ان هو يكسب المباراه عشان يعتلي اللي هو يمسك المركز الثالث في الدوري ويتاهل منها من خلالها الى الكونفدراليه الافريقيه. المباراه صعبه جدا على الزمالك وعلى المصري، الزمالك عاوز يكسب وعاوز يضغط يواصل ضغطه على المصري قبل مباراه القمه، والاهلي برضو عنده مباراه صعبه جدا قدام الاسماعيلي، برضو نفس القصه الاسماعيلي برضو عاوز يخش في المربع الذهبي وينافس على المركز الثالث، ودي هتبقى اعتقد يوم الجمعه هتبقى مباراتين حسمتين جدا في بطوله الدوري الممتاز. زال في الاهلي بقياس 3 ريختر، يعني هنا كلام على الدوري المحلي والخارجي طبعا الاثنين، لانه تلحم المباريات بتصعب على عيون الفتره دي، انه بعد اهتزاز المستوى الاهلي وخساره مباراتين متتاليتين وبنتيجه 1-3، انه صعب جدا الاهلي بتاريخه ان هو يخسر مباراتين متتاليتين ويخش فيه 6 اهداف، دي بتعمل هزه في صفوف النادي الاهلي بالذات اللي هو عنده ماتشات دوري وعنده في افريقيا والحاجات دي كلها. فالاهلي فعلا في شيء متذبذب، الاداره عملت استعانت بالالتراس لحضور التمرين بكره ان شاء الله في اول تمرين بعد عوده الاهلي دون عشان يزيد حماس اللاعبين، يعني هو يزيد حماس اللاعبين ويجدد الحماس عند اللاعبين المباراة القوية. تلاحم مباريات وصعب على يول فرصة تصحيح الأخطاء. يول عنده مشكلة في التشكيل. بعد إصابة عبد الله السعيد عنده الناحية الهجومية صعبة شوية لأنه بيعتمد فقط على رمضان صبحي. وبالإضافة إنه عنده مؤمن زكريا ووليد سليمان، وليد سليمان بيشارك ماتش وماتش لأ، مؤمن زكريا من ضغط المباراة مستواه أقل شوية. حسام غالي عليه علامات استفهام كبيرة جدا لأنه بقاله 4-5 مباريات مستواه في النازل، مع تذبذب برضه مستوى شريف إكرامي بعض الإصابات المتلقة، وده بيعمل قلق ليول لأنه عنده مباريات مصيرية جدا، الماتش بتاع المصري مصيري، ماتش آسيك في أفريقيا مصيري، الكلام ده كله إنه مع تلاحم الماتشات اللي في بين كل مباراة حوالي 3 أو 4 أيام. خلال الشهر ده عند الاهلي عنده 4 أو 5 مباريات مصيريه جدا في الدوري اللي هو عاوز يستعيد درعه مره اخرى، وبطوله الأفريقية عشان يقدر يرجع تاني للمنافسه. يعني قطبي الكره المصريه لديهم صعب كبير في خلال هذا الدوري محليا وايضا افريقيا في خلال الشهر ده. صفحه 15 بارقام شيكابالا بطل من وراء، يعني عنوان كبير، ويعني ايه المقصود؟ شيكابالا للأسف هو من أفضل ما أنجبت الكرة المصرية من مهارة شديدة. شيكابالا في الفترة بعد احترافه ورجوعه لنادي الزمالك مرة أخرى السنة اللي فاتت، راح اللعب في الإسماعيلي إعارة حوالي 4-5 مباريات، ما قدرش يرجع تاني شيكابالا زي زمان. شيكابالا بدأ يخش في برضه في مشاكل تانية مع الإدارة، مستحقات، غياب عن التمرين، عاوز يشارك لسه ومش جاهز بدنيا، الكلام ده كله. شيكابالا عليه عامل نفسي وبدني مهم جدا ان هو لازم يجتهد مع نفسه ان هو يرجع تاني
خلال الموسم نهاية الموسم دون وفي بداية الموسم اللي جاي. على الجهة المقابلة دوليا في صفحة كاملة عن انجلترا يستعد للتأهل والمجهول يقلق ويلز. احنا عاملين صفحة في 14 صفحة عالمية بنتكلم فيها عن بطولة اوروبا الشغالة وبطولة كوبا امريكا. بكرة ان شاء الله في انجلترا في المجموعة دي بتستعد للتأهل. انجلترا عندها 4 بونت متصدر المجموعة، لو كسبت او تعادلت تتأهل مباشرة الى الدور الثاني. انجلترا يعني من ضمن المرشحين للفوز بالبطولة اليورو، لكن برضو هو لسه عندها برضو بعض المشاكل انه اعتقد يعني في البطولة دي مصححها شوية. وعندنا في الجهة الاولى التانية عندنا منتخب ويلز عامل برضو مفاجآت واحتمال يصعد، وعنده مجموعة من اللاعبين الاقوية، فالمجموعات قوية جدا في البطولة اليورو. طبعا هناك الكثير من العناوين والاخبار المثيره والمهمه والتي تهم الرياضيين في مصر، وطبعا يعني نعد القارئ ان يجد الكثير في الاخبار المسائيه. كان معنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد اسماعيل، نشكرك جزيلا جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا من شارع الصحافه، كنا من اخبار المسائيه، وكان معنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد اسماعيل الناقد الرياضي والصحفي بالاخبار المسائيه. شكرا، انتظرونا في لقاء اخر ان شاء الله.